هو ممكن الأهداف تكون سلبية فعلا؟ طبعا ممكن الأهداف تكون سلبية في بعض الحالات. مثلا هدفك ممكن يكون سلبي إذا ما تقبلتش الحقيقة اللي بتقول إن لازم تكون أنت المخطط والمنفذ للإنجاز، والاعتقاد بأن الحظ بيلعب دور في تحقيق الهدف أو فشله. فالأكيد طبعا إن الأشخاص الناجحين بيتقدموا في حياتهم وفقا لأهداف محددة. وللأسف في بعض الناس بتتعمد تحط هدف غير واقعي أو كبير أكتر من اللازم عشان يكون عندهم مبرر جاهز للفشل. وطبعا الشخص اللي بيعمل كده هو بالحقيقة بيخطط للفشل وبيحاول يوصل لغيره إنه مش مسؤول، ويبعد طبعا عن أنهم يلوموه بسبب الفشل في تحقيق المستحيل. كمان ممكن الهدف يكون سلبي إذا كان كبير لدرجة غير واقعية. هو المفروض يكون الهدف عالي، يعني مش متناول إيديك دلوقتي، لكن مش بعيد حتى عن مجال رؤيتك وقدراتك وواقع حياتك. وبالمناسبة إذا كان الهدف كبير لدرجة غير واقعية، فإن الفشل في تحقيقه هيكون له تأثير معنوي وعاطفي سلبي جدا على الإنجازات المستقبلية المحتملة إن شاء الله. وكمان الفشل ده ممكن يأثر على الشخص لدرجة توقفه تماما عن إنه يبذل أي مجهود حقيقي أو حتى يحاول بعد كده. كمان الهدف ممكن يكون سلبي إذا كان خارج مجال تخصصك أو خارج نطاق اهتمامك، أو هدف محطوط بس عشان تحاول ترضي شخص تاني، أو إن مسؤولية وضع الأهداف وتحديد الخطة متوقفة على شخص تاني. والحقيقة شيء ممل جدا ومستفز إنه يكون في شخص تاني مسؤول عن التخطيط ومتحكم في خطواتك وأفعالك، وطبعا ده هيخلي تحقيق الهدف صعب جدا إن لم يكن مستحيل.